طبعا عبد الرحمن الحسيني، في البدايه طبعا برحب بيك وببارك لك، اكيد بقول لك الف مبروك الفوز ببطوله الدوري. الحقيقه انت عملت اداء كبير جدا وده باشاده من الكل، فعايزك تكلمني بقى على البطوله. اكيد بطوله غاليه جدا، غائبه عن النادي بقى لها سنتين. والله طبعا عايز ابارك للجماهير، البطوله كانت مهمه جدا فعلا، البطوله كانت صعبه. حلاوه البطوله ان هي كانت فعلا ما كناش بنكسبها بقالنا سنتين، فطبعا كان كل تركيزنا من يعني من داي 1 في الموسم ان احنا لازم نرجع الدوري لبيته، وان شاء الله ان شاء الله الكاس كمان، وان شاء الله افريقيا. عايزين نصالح جماهيرنا وان شاء الله الموسم السنه دي كله بطولات. انتوا استعديتوا بشكل قوي جدا لمباريات الزمالك، يمكن في معسكر مغلق من يوم الاثنين، مركزين بشكل قوي جدا، فعايزاك تكلمني اكتر عن استعداداتكم، لان بالتاكيد مواجهه الزمالك بتكون مختلفه عن اي مواجهه تانية. طبعا هو مواجهات الزمالك عامة، سواء نهائي دوري سواء مجموعات سواء أي حاجة، هو ده بيبقى نهائي لوحده، يعني ما فيش كلام إن هو نكسب أو نخسر. كل ماتشات الزمالك لازم نخش بمبدأ الفوز. يعني مش عارف أقول إيه، بس هو فعلا الماتش كان صعب، وتجهيزات الجهاز الفني تعب معانا جدا بصراحة. إحنا يعني في معسكرات دايمة تقريبا طول السنة، تمارين صبح وبالليل، الموضوع ما كانش سهل خالص، والحمد لله يعني ربنا إدانا على قد تعبنا. يعني عايزين نتكلم على بطولة افريقيا. خلاص طبعا احنا هنقفل صفحة الدوري، نبدأ نركز في افريقيا، اكيد تبدأوا تستعدوا ليها، فعايزاكم تكلموني اكتر عن استعداداتكم لبطولة افريقيا وطموحاتكم فيها، خصوصا هي اكيد مقامة على صالة الامير عبد الله الفيصل. والله يا بطولة افريقيا السنة دي كمان، يعني زي ما انت قلت كده، بطولة اهميتها في ان هي في النادي الاهلي، يعني فدي ليها طعم خاص ان احنا لو كسبنا البطولة بيبقى وسط جماهيرنا ووسط النادي بتاعنا، بيبقى ليها يعني طعم تاني خالص. ان شاء الله بس مستر فرناندو يدينا يومين اجازه، عشان احنا من اول رمضان ما ريحناش يوم حتى، والناس كمان كانت في المنتخب راجعين من غانا على طول على معسكر، يعني ما ريحناش خالص. فان شاء الله بس يدينا يومين ونفتح صفحه افريقيا ان شاء الله. يعني الحقيقه مجهود كبير جدا مبذول، يمكن ربنا كلله الحمد لله بالبطوله. في النهايه بقى عايزاك تواجه رساله لجماهير النادي الاهلي، الحقيقه على طول بتدعمكم وعندها ثقه كامله فيكم. والله طبعا الجماهير هي العامل اللي بيزقنا ان احنا نكسب، سواء يعني بيدعمنا في الخساره سواء بيشجعنا في المكسب. اكتر ناس يعني بيشجعونا بجد، وحابب اوجه لهم يعني الف مبروك على الدوري، وان شاء الله ان شاء الله البطولات كلها اهلاويه السنه دي. اشكرك جدا.